سياسات عدة يتبعها الاحتلال في مدينة القدس في محاولة لهندسة وعي المقدسيين وتكريس مفاهيم جديدة ترضخهم وتضعهم في واقع جديد يقبلون به دون مقاومة. ولا تقف هذه المحاولات عند زاوية معينة، بل شملت كل المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. زرع الرواية التوراتية وتثبيتها ومحاولة تغيير مفهوم المسجد الأقصى بالتركيز على قدسيته عند اليهود، وتقليص الحديث عن القدسية الإسلامية ومنع المسلمين من دخوله وإبعادهم عنها، كلها أدوات يستخدمها الاحتلال لتغيير المفاهيم لدى المقدسيين. 96% من تهويد المدينة تم يعني على أرض الواقع. اليوم المعركة هي معركة ديموغرافية، قديش بيقدر يضغط على الناس انهم يتركوا البلد. وهناك ادوات كثيرة اللي عم بيستعملها للضغط على الناس، من ضمنها الموضوع الاخطر اللي هو الموضوع الاقتصادي. احنا اليوم تحت خط الفقر اكثر من 80% من المقدسيين. وبالتزامن مع كل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، يحاول الاحتلال أيضا تجفيف البلدة القديمة من المتسوقين والحركة الشرائية بفرض الضرائب العالية على أصحاب المحال التجارية ومنع المتسوقين من الوصول لها وغيرها من الانتهاكات التي أدت إلى إغلاق أبواب عشرات المحلات في البلدة القديمة وتهجير أصحابها منها. وضع هون تعيس جدا، يعني صار وصل لصاحب المحل صفر وأقل من الصفر. المصاريف كتير، فرض المصاريف علينا مصاريف عالية من ضرائب. احنا بندفع هون كأصحاب محلات 6 أنواع ضرائب بندفع، منها أرنونة ومنها ضريبة الدخل وضريبة 17%. اللي عماله بيصير صار عبء على التاجر المقدسي انه يستمر. وبالرغم من خطط التفريغ الممنهجة للقدس المحتلة ومحيطها، إلا أن المقدسيين بصمودهم لا زالوا شوكة في حلق الاحتلال. فرض الاحتلال العديد من العقوبات على المقدسيين من هدم لمنازلهم وسحب لإقامتهم، بالإضافة إلى عقوبات تفرض على الناشطين، لم تكن يوما سببا في وقف المقدسي عن مقاومة المحتل. نهاد حجازي، القدس.